ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ياك تجريت يا الدنيا ما بحال رياح فيه بويا فيه جدي اخواني وكيفاش هذاك اللي عطاها الفرنك وقال لي خود 100 ورد 100 كان دار فاتحه وقال لك حمامو تجبد الفرنك قال لك خود 100 ورد 100 درهم الواليد شد له الفرنك وسكت زيد بغى يلوي عليها زيد قال صافي وبقى دازت عليه السيد ملي بغى يمشي يقول له حمامو اعطيني السهم قال لي شعطيتيني قال لي عطيتك الفرنك خود 100 ورا 100 قال لك شاكل الفرنك والله ما فات معاك درهم نربح السلعه غاليه من الديبا السلعه راه غاليه من السطاح بالي الكنانش المصلى جايين من المصلى وسقلوا الناس قالوا لي فيك توا حمامو توا حمامو قال لي راه دفنا الزلاطه وجينا والمصلى اللهم انتهنا ومنه اليوم اللهم انتهنا وكيفاش القضيه ديال الحمام هذيك سيدي كان الوالد يعوم في الحمام خرج برك في الكرسى اللي كيلبسوا فيه الناس الحوايج بدا يلبس حوايجو الناس كتلبس الحوايج ديال الاولى الوالد هو يلبس الطقاشر سبق الطقاشر ومن الاولين ومن الاولين مول الحمام نيت مستعبيد هو اللي سولوا عليه حمامه انت كيفاش لبستي الطقاشر من الاولين قال لي ما عرفتيش قال لي السر كيطلع من الكعبه كيفاش القضيه ديال هذاك اللي قال لي ها واحد 100 حمامو ودعي معنا يا ربي يجي الصب هاك الجفاف وبنادم تحاك ولحقاته سيد تدعق وقول جبل الحمام ومية درهم قال لي حمام ودعي دعي معنا بغينا الشتا تصب يا ربي قال لي دخل لعدي الداخل دخل الحلقة قال لي بغيت نسولك قال لي وجاوبني قال لي السما ديال من قال لي ديال من قال لي ديال ربي ديال سيدي ربي قال لي والارض والشتا ديال من ديال سيدي ربي والارض ديال من ديال سيدي ربي قال لي وانت سوقك العام بغا يخليها راكده وانت سوقك هو بغا يخليها راكده صب ولا دبرات وي نعمر عليك وقول لي رشيد كيفاش القضيه ديال البومبا البومبا سيدي واحد السيد كانت عنده واحد الكروسه ودائما مفشوش عليه الرويده واحد البنو ديما مفشوش ليه زيد ديما مبيس يمشي يطلب البومبا مع واحد جاره زي واحد النهار شو يطلب عنده البومبا صار وطالع عليه الدم كاي سير سيدي قال لي شري بومبا وبعد مني الاخر نفس مشى هو ولد السطاج جاب بومبا جديده وجا جديده عيط على ولده قال لي زيد وليدي نفخ الفخ هاد البنوبه هادي اللي مفشوشه هادي اللي مفشوشه قال لي فخ 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 نفخ البنوبه ها شوي ولي عرفت اش غدير هادي اللي نفخ هاد الراجل البرد ديال هذاك ولد الحرام قال لي حيديه وعاود نفخها فش ليه كاع برده تركي تركي ما نلقاش في الشغلين ولا لا عبر عليهم وكيفاش القضيه ديال المقيس ديال المقيس سيدي واحد السيد كان قليل عندنا في الدوار وكان جاي معاه واحد السيد في الطريق هو يحرش عليه جدارميه، جدارميه صحابه. قال لي هو اللي حرش عليه جدارميه. حرش عليه. لقطو الطويل. لقطو الطويل. داو. وذاك القليل جدار راسه كيطلب عليه. هو حرش عليه ودار من الجهه الاخرى وجا عندهم. جا طلب عليه. اه. المهم داروا بوجه هذاك السيد القليل و... وسيبوا الطويل. وسيبوا. زين؟ وفي الليل مريحين بدا يعاود لمرته. هذاك الطويل. هذاك الطويل. زين؟ قال لمرته قال لها راه كانوا غايديوني جدار ميه اليوم قال لها جاب الله المقاس ديال العونيات راه كبير يعني نفعني هذا المقاس ديال العونيات وما كنت متعدى ديال العونيات هو اللي نفعني ريحه الدوار